Good morning, my student. How are you? اليوم إن شاء الله يا مس رح ناخذ تمارين الدرس الثالث وناخذ الدرس الرابع كمان لأنه جدا بسيط. قبل ما ناخذ تمارين الدرس الثالث رح ناخذ مع بعض الدرس الرابع لأنه عبارة عن مصطلحات يتعلق بالجوبس بالوظائف. الآن open your pupils book نفتح كتاب الطالب page number 87 صفحة 87. write the date of the page نكتب التاريخ على رأس الصفحة. Today is the 20 of May 2021. Fun with Prainy. استمتع مع Prainy. الآن Prainy جايب لنا 4 jobs. 4 وظائف جداد. نتذكر مع بعض الوظائف اللي احنا أخذناهم الجوبس اللي احنا تعرفنا عليهم بالدرس الأول. Hair dresser مصفف شعر. Teacher معلم. Farmer مزارع. Cleaner عامل نظافة. ميكانيك ميكانيكي دينتست طبيب أسنان. اليوم رح نتعرف على 4 وظائف جداد. listen and repeat اسمع وكرر. number 1 chef. chef this is the chef. chef معناها طباخ. الطباخ بيشتغل at restaurant بالمطعم. chef معناها طباخ. musician. musician 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 معناها موسيقار، هو الشخص اللي بيعزف على الآلات الموسيقية. musician. number 3 nurse. nurse 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 اللي هي الممرضة. bus driver. bus driver معناها سائق باص. bus driver. the last one secretary. secretary secretary معناها سكرتير أو سكرتيرة. listen and repeat again نسمع ونعيد. chef طباخ. chef طباخ. musician موسيقار. musician موسيقار. nurse ممرضة. nurse ممرضة. bus driver سائق باص. bus driver سائق باص. secretary سكرتيرة. secretary سكرتيرة. الآن let's move to exercise number 2. read and complete. there are five sentences about those five pictures. عندي 5 جمل عن هدول الخمس صور. number 1 I am a بدي اختار الوظيفة المناسبة. I am a فراغ. I work أنا أعمل in a hotel في الفندق. I play أنا بعزف the piano. من هو الشخص اللي بيعزف على البيانو؟ شو اسمه؟ musician. نكتب هنا musician. number 2 I am a فراغ. I work in a hospital. hospital معناها مشفى. I help ill people أنا بساعد الناس المريضة. مين اللي بالصورة؟ nurse الممرضة. nurse. number 3 I am a فراغ. I work in an office أنا بشتغل بالمكتب. office معناها مكتب. I write letters أنا أكتب letters رسائل. مين هي؟ secretary. نكتب فراغ 3 secretary. I am a فراغ. I work in a restaurant. أنا أعمل بالريستورانت المطعم. I cook. أنا أطبخ. مين هو؟ chef. I am a فراغ. I work in the town. أنا أعمل في البلدة. I drive a bus. drive معناها يقود. a bus الباص. I drive a bus. أنا بسوق الباص اللي هي أي صورة؟ bus driver قائد أو سائق الباص. هيك يا مس مطلوب مني حفظ المعاني الجديدة. okay now let's move to our activity box. ننتقل لكتاب التمارين page number 94. نتذكر يا مس الدرس مبارح أخذنا الفرق بين noun الاسم حكينا بالرمز اللي بالحرف N وبين الفيرب اللي بالرمز اللي بالحرف V اللي هو الفعل. حكينا noun معناها اسم، verb معناها فعل.
أخذنا مجموعة من الأفعال بالدرس الماضي. أول إشي نكتب التاريخ 20 of May. There are two children. عندي طفلين Dan and Tim. الآن كل شخص من الأشخاص هذول في نشاطات بمارسهم. Read اقرأ. Then label the pictures. بعدين اكتب عند كل صورة يا إما Dan or Tim. بدنا نحدد الشخص اللي أنا بحكي عنه Dan ولا Tim. أول شخص أنا بدي أحكي عنه هو Dan. كل الجمل اللي هسا بدي أحكيها عن Dan. نبلش. Dan شو بيحكي؟ I eat. جميع الأفعال بنحط فوقها the. I eat. أنا أكل. كورن فليكس. الكورن فليكس noun. اسم. In the morning. Morning في الصباح يعني noun. I eat corn flakes in the morning. أنا باكل corn flakes in the morning. من هو هذا الشخص اللي بيأكل corn flakes؟ Dan. I go. Go فعل. To school. School مدرسة اسم. In a car. Car سيارة اسم. I go to school in a car. Dan بيحكي I go to school in a car. بذهب للمدرسة بالسيارة. هيا بنكتب عنده Dan. I ride معناها أنا أركب أو أنا أقود اللي هي verb. My bike. Bike دراجة اسم. In the afternoon. Afternoon المساء اللي هي noun. I ride my bike. أنا بقود دراجتي in the afternoon بعد الظهر. مين اللي بيحكي Dan؟ نبحث عن Dan هون. نكتب Dan. At weekends. في عطلة نهاية الأسبوع. Weekends noun. I play. أنا ألعب. ألعب verb. The guitar. Guitar noun. اسم. At weekends I play the guitar. يلعب أو يعزف. أنا بعزف على الجيتار. مين هو هذا الشخص؟ Dan. فإذا كتبنا كل أفعال Dan. Number two. نيجي على Tim. بده يحكي لي هو شو بيعمل. I eat. Eat يأكل verb. Sandwiches. Noun. In the morning. أنا أأكل الساندويش في الصباح. أي صورة؟ هيها بنكتب عندها تيم. I walk. أنا أمشي. Walk هي verb. To school. للمدرسة noun. With my friends. مع أصدقائي. أصدقاء noun. I walk to school with my friends. بمشي للمدرسة مع أصدقائي. مين اللي بيحكي هذا الحكي؟ تيم. I watch TV in the afternoon. I watch. Watch يشاهد اللي هي فعل. TV التلفاز noun. In the afternoon في المساء اللي هي noun. في فترة بعد الظهر اللي هي noun. وين الجملة؟ I watch TV. مين اللي بيحكي؟ Tim. نكتب Tim. I play volleyball at weekend. Play يلعب فعل. Volleyball noun اسم اللي هي كرة طائرة. At weekends في نهاية الأسبوع noun. I play volleyball at weekends. أنا بلعب الفوليبول at weekends. اللي هو مين اللي حكى لي هاي الجملة؟ Tim. الآن أنهينا حل التمرين. بعد ما أنهينا حل التمرين بننزل على الدفتر بنعمل جدول. في القائمة الأولى verbs، القائمة الثانية nouns الأسماء. تحت الverbs بنكتب جميع الأفعال اللي مرقت معي بالدرس، وتحت nouns الأسماء بنكتب جميع الأسماء اللي مرقت معي بالدرس مع معانيهم. طبعا مع معانيهم يعني أنت لازم سمعت منيح معاني الكلمات اللي أنا حكيتها. كل كلمة تحتها خط أنت مطالب تكتبها وتكتب معناها تحت قائمة الفعل أو الاسم. أوكي هيك أنهينا درسنا. طبعا قبل ما ننهي درسنا عندي الصفحة اللي بجنبها تمرين الوحدة الدرس الرابع اللي هو بروجكت. البروجكت غير مطلوب. يوم الأحد إن شاء الله رح نأخذ قاعدة المضارع البسيط بعد ما تعرفنا على الفعل. مشان هيك حاولت أنهي معكم الدرس الرابع اليوم لأنه ورانا قواعد مكثفة يوم الأحد. Good luck ويعطيكم العافية.